سهلة سهلة. هيجي على نص عندي دلوقتي. لو عم استعجل عبد الله كده. طب كشف تعالى هنا انت والراجل ونريحه شوية. هو بص اقول لك على حاجه زي كده تطلع يعني لا السليم يتجاب هنا لو شيل جامد. احنا دلوقتي متواجدين في العريش، طلب بس مننا ان احنا الحاجات تبقى موجوده او جاهزه بشكل لوجستي معين لسهوله نقلها ودخولها ان شاء الله من خلال المعبر. متواجدين يعني احنا ما زلنا مستمرين في المشاركه، بنحضر للقافله الثانيه من الان، بنحضر للقافله الثانيه المساعدات، مساعدات غذائيه، مساعدات طبيه، كسوه والحفه وبطاطين، مياه شرب. القافله الجايه ان شاء الله هنراعي فيها كمان مستلزمات الاطفال، مستلزمات السيدات. معانا بطاطين وأدوية إن شاء الله مع القافلة، وبإذن الله تعالى مكملين ومنتظرين الإشارة وعلى أتم استعداد اللي احنا نوصل لأهالينا هناك في فلسطين إن شاء الله وندعمهم بالخير ده، ونقول للعالم كله اللي مصر دايما بوابة الخير لكل الدول العربية والدول الإسلامية.